ورجعنا مرة تانية مع كل مشاهدينا على الهواء لاستكمال فقرتنا النهاردة وحديثنا عن دور المرأة المصرية في دراما رمضان وكيف تم تناولها. دكتورة أسماء، يعني هشوفنا مقتطفات من مسلسلات، فأكيد أنتوا التحليل اللي وصلتوا له برضو ووصلت المسلسلات بعينها مثلا كانت فيها عنف زيادة أو فيها رومانسية كويسة، يعني إيه اللي وصلتوا له من نتائج؟ احنا رصدنا فعلا مجموعه من المسلسلات كانت فيها بتقدم نماذج ايجابيه، انا مش هنكر، يعني في مسلسل بتاع حكايتي ده يعني كان بيتكلم، صحيح كان فيه عنف اسري، بس هي كانت قد ايه المراه بتحاول تطلع مهما كانت الظروف حواليها، حتى لو الظروف الاسريه مش مساعداها، يعني الاخ دايما والاب كانوا بيطردوها وبيقتلوا طموحها و و و، مع ذلك هي طلعت فوق كل ده وكافحت ووصلت ان في الاخر باباها بقى هي بالنسبه له رول موديل، بالنسبه له نموذج هو فخور بيها، وهي اللي في الاخر برضو كبرت اسم العيله و و، فهي ده قدمت في الاخر هي نموذج ايجابي. لكن كان في بعض المسلسلات بتقدم ان المراه لا لازم ترضخ للظروف، يعني الزوجه لا لازم تعيش مع جوزها في الظروف اللي هي كان متسلط جدا وكان صعب جدا، زي المسلسل بتاع الزلزال اللي هو اتعرض دلوقتي في التقرير. أيوة. ده قد ايه ان المراه كانت مقهوره لجوزها علشان تحافظ على بناتها، وفي الاخر البنات برضو ما توفقوش في حياتهم لان هم يعني اتاثروا بصوره الاب ومعاملته في البيت كانت عامله ازاي. برضو مسلسل زي ولد الغلابة ده، الأخ قتل أخته بسبب إن هي اتجوزت، طب ما هي اتجوزت يعني هي ما عملتش حاجة عيب. في الآخر هو يعني في الآخر هو برضو كانت شايفة ده مجهورة. عنف أسري برضو زيادة عن حده، يعني يعني الأب يضرب بنته ثلاث صفعات متتالية، يعني ضربها ثلاث مرات بالقلم عشان خاطر هي عايزة تتجوز اللي هي يعني عايزاه، قد ايه كانت متسلطه ومقهوره، دي كانت صوره سلبيه. ومع ذلك احنا كان في نماذج ايجابيه كتير جدا جدا في التقرير احنا اشرنا اليها، يعني كان في المراه دايما اللي بتحاول تربي ولادها مهما كانت الظروف، زي المسلسل بتاع لاخر نفس بتاع ياسمين عبد العزيز. ايوه بالعكس، ده هي وهي كمان بتربي ولادها هي خدمت الوطن رغم وفاه جوزها. فيعني كان في مسلسلات كتير احنا القينا عليها الضوء في التقرير، ان هي على الرغم من الصورة السلبية اللي كانت موجودة في مسلسلات كتير، إلى أن احنا كانت السنة دي نسبة المرأة في الصورة الإيجابية كانت أعلى من الثلاث سنين اللي فاتوا. طب ده مؤشر طيب، ده إن مؤشر شاء الله طيب. نتمنى هي يعني بس قضية السنوات القادمة تكون أحسن، هي اللي أزمتنا بس، لكن لا الصورة الإيجابية السنة دي المرأة اتحسنت في الدراما المصرية. 222 طالب دكتورة ريهام، طبعا ده عدد مش قليل، احكي لنا بتفاصيل اكتر عن مجهود اللي بذلوه هؤلاء الطلاب، واحتاج حضرتك بيهم شايفة كان ارائهم الشخصية، هم ك يعني نقدر نقول نماذج من الشعب طبعا ومن الفئة العمرية بتاعتهم، ايه اللي كانوا بتلمسيه في اثناء عملهم التحليل؟ هو طبعا 220 طالب تقسموا على 25 مسلسل، كان يعني يتراوح في كل مسلسل لا يقل عن 10 طلاب، فكانوا ارائهم الشخصية كمان بيكتبوها في الاستمارة، يعني هم شايفين المسلسل ازاي، يعني في مثلا زي مثال الدكتورة أسماء ما قالت مسلسل حكايتي، كانوا في الأول يكتبوا إنها يعني بتتضرب ومامتها اتقهرت لغاية ما يعني ما حتى رفضوا يعالجوها، يعني وصلوا لدرجة إنهم رفضوا يعالجوا الأم لغاية ما ماتت بالكانسر. بيقول في الآخر بقى لما ابتدت أخذت جايزة في أفريقيا عن الديزاينر في المودلز كده، ابتدت بقى ابتدوا هم يكتبوا طب هي ابتدى يحصل تمكين للمرأة، طب ما احنا ما كناش ما نقدمش ليه من اول حلقة 15، ليه نستنى لحلقة 28 مثلا عشان نوصل للصورة دي. ابتدوا بقى كمان يعلقوا على الالفاظ، يعني كانت اكتر حاجة، يعني كان المسلسلات للأسف مليئة بكمية من الالفاظ، ماشي حاطين الكود ان هو ده مثلا من سن 12 سنة يتفرجوا عليه او من سن 16 سنة، بس معلش يعني انت بتفتحي تلفزيون في كل بيت في اطفال بيبقوا قاعدين، يعني هم تانيين مستائين حتى وهم يعني بيكتبوا الالفاظ، يعني هو صعب نتحكم نقول الاطفال مثلا هم بيحطوا التصنيف العمري طبعا، لان الهيئه الوطنيه للعليا للاعلام طبعا اقرت ان لازم التصنيف العمري يتحط على كل مسلسل، بس انت ودي كانت لفته كويسه من السنه اللي فاتت، بس طبعا زي ما دكتور ريهام بتقول ده صعب صعب، لان طبعا قاعدين هم بيقول لك اكتر حاجه كانوا مستائين وهم بيكتبوها هي الالفاظ، كم الالفاظ اللي ظهرت يعني غير طبيعي. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ولسه هنكمل حوارنا معاكم، هنرجع تاني على الهواء. مدارسنا واحنا صغيرين